السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم شباب؟ بس انا معاكم طبعا مقطع جديد مثل ما انتم شايفين، عنوان الجيم بلاي دعس جيم بلاي اف اف اي، يعني فري فور اول. دعست امهم دعس صراحة، ليه ما العب سنايبر في فري فور اول؟ لانه بصراحة قروش، خصوصا اجانب يلعبون رشاشات، والله يدعسونك دعس مو طبيعي. فقلت خليني اوريهم وش وضع العرب مع الدعس، ودعست امهم وجبت اللاست في كم دقيقة اعتقد. بوضح لكم كم شيء صاير يعني في ادفانسد وورفر، والشعب وش صار معهم وزي كذا. طبعا نزلت كلكام او بي ار سي انا قبل يومين، كلكام صح 100% ما في اي شيء، لكن شركة ادفانسد وورفر جابت بأمنا العيد، جابت فيني انا العيد خصوصا. يعني الكلكام حقي صح 100% قتلته بالسنايبر، لما شفت الاعادة خلاص جاء تحت مكتوب بالشوتجن، فماني داري كيف. بتقول لي مثلا هو انتحر، هو مدري ايه، لا هو ما انتحر ولا اي شيء. طبعا اللي شاف الكلكام بحط لكم الكلكام تحت الديسكريبشن، اللي ما شافه يشوفه ويرجع يكمل هذا المقطع عشان تفهم السالفه كامله. طبعا انا خويي واحد اسمه لارتكس كنا قاعدين نلعب فري فور اول، انا وصلت 29 قبل الجيم كامل. يعني جربت كم محاوله، اخر محاوله جربت فيها اعطيته تاج بالشوتجن، طلقت عليه طلقه، سويت تريك شوت وطلقت بسنايبر وجبت اول بانك. طبعا الكيكام ما في اي شيء فيك يعني مفبركه، الكيكام صح 100% وانا قتلته بسنايبر. لكن كيف جاب الشوتجن لا تسالني كيف، لانه انا من نفسي ما اعرف. فخويي لارتكس هذا اللي كان معي في الجيم كان قدامه بالضبط، فلما قتلته انا منطلقت عليه بسنايبر مات هو، ما انتحر ولا اي شيء. انا بنفسي سالته قلت له هل انا يعني هل هو انتحر، رمى مثلا رمى سيمتكس، رمى فلاش، اي شيء؟ لا، قال لي ما رمى ولا اي شيء، انا جبته بالسنايبر. انا ما يحتاج اني ابرر وزي كذا، ولا يحتاج يعني اني انزل مقطع اوضح، بس بقول لكم انه ادفانسد وورفر فيها اخطاء الى بكره. من اولها يعني من اول الاخطاء انك يمديك تطلع برا الماب، وهذا الشيء راح يعدلونه، يعني ما له شغل، راح يعدلونه. هذه الاخطاء اللي قاعده تصير راح تتعدل بعدين، ممكن بعد اسبوع اسبوعين راح يشيلونها، فهمتوا؟ ف كثير الناس صار لهم اخطاء نفس خطأي واقوى. يعني مثلا في شخص من اوبي، كلان اوبي اسمه اوبي ار واي راي، خلاص فيدر جاب كواد بطلقه في الشاشه عنده، ما طلع كواد، ما طلع، يعني ما تدري كيف. لو يمديني احط لكم المقطع كان حطيته، بس انه راح يجيني كوبي رايت وانا ماني يعني ماني ما ابغى القناه تتضرر. جاب كواد بطلقه في الشاشه عنده هو، كانه ما جاب اي شيء، جاب دبل، وفي شاشه خويه في نفس الجيم، خويه كان قاعد يلعب معاه، قال له انت ما انتبهت انك انت جبت كواد بطلقه. خويي رسل له المقطع وهو نزله في قناته، فانا كتبت الكومنت انه نفس الشيء صار عندي، انه انا جبت كلكام وفي الكلكام طلع الشوتجن. فما ادري ايش وضع ام ادفانس وورفر مع المشاكل هذه. والمشكله الثالثه كمان واحد في التوب 5 حق اوبيس كيرس، جاب كلكام والكلكام في نفس يعني عند خلاص، لما يجيك سويتشنج سايد والاند حق الجيم اخر الجيم يجيك الراوندات وزي كذا، ف يجيك مثلا راوند 6 انت خسرت 6-0، فهو جاء هذه الرانكس يعني جاء 6-0 وفي نفس الكيكام، يعني خرب عليك الكيكام وكل شيء. فما ادري، اخطاء كثيره في ادفانسد وورفر تطلع برا الماب والكيكام، ما ادري كيف، ما ادري ايش وضع امهم. لكن اللعبة خيالية بصراحة، أنا عجبتني مرة عجبتني، فحبيت أوضح لكم يعني كيف جبت الكيكام وزي كذا. أنا جبت الكيكام 100% صح، وخويي كان قدامي، كان قدام اللي أنا الشخص اللي أنا قتلته، اللي بيصدق يصدق واللي ما بيصدق يعني عادي ما يحتاج. لكن أنا حبيت أوضح لأنه في كثير الناس كتبت كومنت وكيف كذا، فاللعبة من نفسها فيها أخطاء، إن شاء الله أنا تصحح بعدين يعني بعد اسبوع زي كذا في المستقبل يعني باذن الله. تبغون توب 5 بلايز ارسلوا لي لقطاتكم حقت كود ادفانسد وورفر اونلي، ارسلوا لي على تويتر، منشنوني على تويتر، راح تلقون تويتر حقي والانستغرام في الديسكربشن كلهم، سووا لي فولو وتواصلوا معي، راح انزل لكم ان شاء الله بعد بكره او بكره باذن الله راح انزل لكم شرح تريك شوت خيالي خالع مره. بس يعطيكم الف عافيه على المشاهده، لو وصلتكم لايك وسبسكرايب وكومنت، وبيس ام اوت.